واليوم كنحتفلوا بعيد العرش وجميع الطلبه والمؤسسه كامله كتحتفل وفرحانين بهذا ليفينمون هذا الموعد هذا الحمد لله. كنتمنوا لصاحب الجلاله طول العمر والصحه العافيه، وكنتمنوا الرياضه المغربيه الازدهار والتطور ان شاء الله باذن الله. سميت حمزه اللاوبي، انا طالب هنا في اكاديميه تعليم الرياضه، كنمارس رياضه ملاكمه في نادي الوداد الرياضي، وجينا هنا ان شاء الله باش نحتفلوا بعيش العرش المجيد مع الاصدقاء ديالي، وكنتمنوا طول العمر السيد الجلاله الملك محمد السادس، والحمد لله كنتمنوا الرياضه في المغرب تطور وتزيد لقدام ان شاء الله. بغينا نطوروا الرياضه ديالنا ونطوروا المعلومات والنوليدج اللي عندنا ان شاء الله باش نزيدوا لقدام، وحنا ندفعوا الرياضه ان شاء الله وتطور ونوصلوا للعالميه ان شاء الله. معكم انا سميتي نوفل ديبي، مدينه تماره، كندرس اول عام في الاكاديميه الرياضيه للمهن لكافه الرياضات بالدار البيضاء، الاسم ديالها لاي ام اس، وجيت اليوم نشارك مع كافة الطلبة ديال الأكاديمية فرحة عيد العرش المجيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكافة الأطر التربوية والإدارية للأكاديمية لا ام اس اللي كتعتبر من اول اكاديميه في المغرب اللي كتحتضن هاد الفروع كامله، لي ما كتقتصرش غير على الرياضه، يعني على المهن الرياضيه والتنشيطيه بصفه عامه، يعني ما كتقتصرش على شعبه وحده، يعني كفاءات كامله يمكن لك ديرهم. وكنتمنوا من الرياضه ان شاء الله تزيد تتطور من القدام ان شاء الله بكافه الاطر وكافه الشباب ان شاء الله، وكنتمنى حظ موفق لكافه الشباب اللي كتطمح للرياضه القدام ان شاء الله. السلام عليكم، سميتي وليد، تلميذ في اكاديميه المهن الرياضيه، وجينا نحتفلوا بعيد العرش بهذه المناسبة هذه، كان عندنا صاحب الجلالة، وكنتمنى الرياضة المغربية تتألق من هنا لقدام. الاختصاص اللي عندي في الرياضة كمال الأجسام، والرياضة زوينة، كنتمنى كل شيء زعما يمشي فيها مزيان، وهذا ما كان.